هنا القاهرة. 16 إذاعة هي عدد المحطات الإذاعية المصرية الرسمية حالياً، والتي بدأت أول بث لها بأربع إذاعات أهلية فقط في عشرينيات القرن الماضي، حتى توقفت عن الإرسال لتترك مكانها للمحطات الحكومية التي بدأت البث في 31 من مايو عام 1934، وهو اليوم الذي تحتفل به الإذاعة كعيد لها. هناك شبكة من الإذاعات الموجهة إلى دول العالم المختلفة بتبث يعني الرسالة الإعلامية المصرية بأكثر من 30 لغة موجهة إلى كل قارات الدنيا، ويعني بشكل أكثر تحديدا في أفريقيا وآسيا. في هذه الاستوديوهات وخلف هذه الميكروفونات أصوات شكلت وجدان الأمة العربية والمصرية لسنوات طويلة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يقرب من 84 عاما مرت على إنشاء الإذاعة، قدمت خلالها المئات من البرامج التي تنوعت بين الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية والترفيهية وغيرها، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إنشاء مركز للمحافظة على التراث الإذاعي. هيكون في تحديث برضو بسيديهات وبسيديهات على وتسجيلات على الكمبيوتر، وال ده برضو عشان خاطر نحافظ لأطول فترة ممكنة على التراث الإذاعي. نتصفح فيها بعضا من أحلى ما ترك الزمن من بصمات. كما تم نسخ التراث الإذاعي عبر وسائط حديثة لمزيد من الحفاظ عليه حتى لا تتعرض المواد الإذاعية للتلف. بيبقى في محافظة على الشريط، ولو حصل تلف بيتم تداركه في الحال. عندنا يعني ناس فنيين يعني على قدر من الإجادة للحفظ الشرايط، وحتى الشرايط القديمة أو الحاجات القديمة بيتم برضو صيانتها وفلترة أي حاجة إذا كانت من التسجيلات القديمة للحفاظ عليها. وتسعى الإذاعة إلى تطوير نفسها لتحافظ على مكانتها في ربوع الوطن العربي. هنا الإذاعة المصرية، إذاعة استطاعت أن تخترق القلوب والعقول لتشكل جزءا من وجدان الأمة المصرية والعربية، واليوم يسعى المسؤولون إلى الحفاظ على تراثها عبر الشرائط التي تمثل جزءا من ثقافة هذه الإذاعة. أحمد مصطفى الغد، القاهرة.